علي، مرحبا بك خويا عزول. زكي، الله يعطيك خير خويا، بارك الله فيك. يوسف، مرحبا بك خويا. وعليكم السلام خويا يوسف، مقنين. وعليكم السلام اخي ربيع، احكي لنا على اللي نوطا والمقنين. ولاد معناتها اللي نوطا والمقنين الاولى في الجزائر. هكا عالي، مرحبا بك. شوف خويا الرابع، اللي نوطا والمقنين الاولى في الجزائر هما 18 المقنين في التسعينات ولا 18 في التامي ولا كاين ناس دي زونسيا هما اللي نوطاو المقنين من الوقت الاستعمار. يوسف مرحبا بك، يعطيك خير خويا. سمحتني، كاين من الوقت الاستعمار، معناتها الناس الاكثريه اللي نوطاوهم تقريبا ماهمش من اصول جزائريه، معناتها كاين اللي من اصول تركيه، كاين من اصول اسبانيه كيما توني سانتا ماريا، هذاك هو اللي نوطا المقنين الباربا تاع شمال افريقيا. صاي زيد، وكاين عبد الرحمن التركي، هذا اصلا من اصل تركي، تربى هنايا في الجزائر. وكاين الجزائري اللي زونسيا كيما عمي سعيد بوغامومو ولا مش عارف اسمه، كيما جلال ميباني، عمي موسى، مصطفى سيليكتو، ومغيزلة، وسعيد لاكنان، كاينين بزاف. علي طايور ولا طابور، والله ماني عارف الاسم تاعو، بصح ما مو علي طايور. كاين بزاف اللي راحوا لسماواتهم، وكمال بيبو، هادو هما لي زونسيا اللي نوطاو المقنين، معناتها المقنين ما تنوطاش البارح. سمعتني، كاين بزاف، كاين عبد القادر بوتزو، كاين عمي قدور، المهم هما بزاف. هادو كامل هما اللي نوطاو المقنين بالوقت الاستعمار، معناتها المقنين ما ترباش في الجزائر غير هنا تربى من وقت الاستعمار هنايا في الجزائر. هذو اللي يهضروا عليهم معناتها من قبل كاع، من قبل بالك، من قبل خلاص المقنين كان يتربى هنايا. لوما اللي راهم ينوطوا دوك في المقنين راهم متعلمين فقط، اما اللي نوطا الباربا تاعنا تاع الجزائر هذو هم تقريبا قلنا الاكثريه منهم ماهمش اصول جزائريه، معناتها اللي تربوا هنا وتعرعوا هنايا، تلقاهم دي اسبانيول قدام من مالطا، تلقاهم من الترك، هذو كامل كانوا هنايا هما اللي نوطاو المقنين. زيد، شكون اللي عنده سؤال؟ راه البرد شويه اليوم، اليوم راه البرد بزاف. رشيد، وعليكم السلام خويا، مرحبا بك. على بالي غايب هاد الايامات شويه، تعرف شويه كان الريح، الجو صابا باصاب للبرد. اليوم راه نهاري بقى صح، راه كاين البرد بصح نهار شويه مليح، كاين شويه ريح بصح خير. بون، هاد الايامات ان شاء الله راح نركزوا على تجهيز الاناث، ما نقولوش تجهيز الاناث، نقولوا نعاونوا الاناث ان شاء الله باذن الله، ندعموها مادامها في مرحله راحه، باش ان شاء الله كي تدخل في مرحله الجهوزيه ما تغبناش الانثى. لانه عرباوي، مرحبا بك مختار خويا، لاباس والله الحمد لله. عبد العالي، سلاك معليش، خلي لهم لي ماجوار تدوش معمرين، نورمال نورمال، خلي لهم معمرين خويا، الوقت اللي حبوا يدوشوا يدوشوا على رواحهم. انا اليوم دوشت لهم على 7 تاع الصباح، الجليد راني نقول لك الدنيا يابسه، دوشت لهم اليوم المقال. زكي خويا سيف، عندي زوج حساسين، بس واحد خير من بس خير من شكون اللي يقدر يهز من خوه، ما تنجمش تعرف شكون اللي يهز من خوه، حتى يصبوا لك الغنى ويبانوا. ما تحقرش الخلوي وما تحقرش تاع لاكاج، ما تحقرهمش في زوج، بصح حتى هي قادر يهزولك شون واحد، قادر واحد يهز على واحد، وقادر كل واحد والشون تاعو ما يهزش على خوه. خلاص، سمعتوا خاوتي، قلنا هذه الايامات ان شاء الله راح نركزوا على الانثى، لانه راني نشوف انا لما ندير موضوع مثلا كيما سلسله مرحله الراحه اللي ندير فيهم، كاين احيانا نشوف تعليق يكتب لك واحد باللي المقنين
كنا بكري نعيشوه بالبراقه، يعيش لي 12 سنه 14 سنه كنا يعيش بالبراقه، بصح الانتاج ماهوش بالبراقه خاوتي. انا يا هاو ياكل براقه بصح، كي نبدا نخدم معاه ان شاء الله باذن الله وقت مرحله الراحه كيما راني درك راني ندعمو، ومرحله الجهوزيه بانيك مانيش مخليه بالبراقه، لاني على بالي بلي بالبراقه المال ما راح يدير والو، فما لك كذلك. مقني الغرب وعليكم السلام خويا، مرحبا بك. سمعتوا خاوتي؟ لذا احنا ان شاء الله باذن الله ما نغبنوكمش، يعني ما راحش نديرو ولا نقدموا بعض الاطعمه اللي تكون غاليه على الطيور تاعنا، ما راحش نغبنوها، ما راحش نغبنك انتايا. على بالي المصروف بزاف، كل واحد فاش راه لاهي. هنخدمو بطريقه بسيطه، يعني راح نكونوا ان شاء الله باذن الله بسطاء مع الناس كامل. خايف الخلوي ياثر لي على تاع الكاج، مع العلم الخلوي حار، هي قادر ياثر عليه وقادر ما ياثرش عليه. انت يا شوف زاكي، دوك انت اللي راك موسوس خويا، بعدهم على بعضهم، ما تخليهم يسمعوا بعضهم، خلي هذا بالشون تاعو وخلي هذا بالشون تاعو وشوف شكون اللي مليح. ونعاون بالقودي، واه راني انا فاني راني نعاون بالقودي خويا، بصح كاين شي صوالح لازم نديهم، سيرتو لا فومال، سيرتو لا فومال. لا فومال من بعد راهي تحتاج الكالسيوم، تحتاج بالبروتين، تحتاج المغنيسيوم، تحتاج كلش باش تبيض لك، باش توجد قبل، نوجدوها قبل ومن بعد نخمو في البيض. لا فومال راهي صعيبه، ما عندها الركيزه كاع اللي هي في الانتاج. المال هو عباره عن ذكر يوجد يلقح، ماهوش مشكل. الانثى هي الصعيبه عندنا، هي الصعيبه. حماني مرحبا بك خويا. مقنين كي نبدل لون الماكله تخبط بزاف ويطيح الريش، فوالا راه موالفك انت وراه يخاف من الاخرين، ماهوش يدير الكونفيونس. مقنين كيما هذا لازم تعودوا على الناس خويا، لازم تخرجوا برا ديروا في قهوه، خرجوا معاك القهوه خليه يوالف الناس خويا، ما تخليش كيما خليك ماك مشكلة على بالك، غدوة انت تخطر ولا حاجة توصي الناس وتوصي العائلة ولا باش ديرو الماكلة تولي في الخسارة، سيرتو مومو تاع الإنتاج. دير حسابك خويا، المقنين هذا ولف 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 وخليه يوالف الناس، خرجوا القهوة خرجوا، ما تخليش غير في الدار، ما تخليش غير مغموم في الدار موالفك غير انتايا. سمعتوا خاوتي؟ معناتها المومو هذا لازم نركزوا على الانثى، الانثى تقريبا نسبه النجاح تاع الانتاج راه كاع في الانثى. الذكر قلنا عادي يجهز نورمال، وقادر كاع ما يكونش عندك ذكر، تروح شي ذكر جاهز وتجي تكوبلي عادي. هم سقسيك هل توجد مش تلاش تحلى؟ ايه كاين، واه احمد واه كاين خويا، كاين شاربوني وكاين شتلة بيضة عادي. فيديو تاع التجهيز ماشي مشكل، ماشي مشكل خويا، الله يطول في عمارنا من الدومي سيكوت ان شاء الله. ماشي مشكل، راني ندير في مواضيع والله، راني الوقت اللي نكون قاعد راني ندير موضوع. كي تشوفني ما درتش فيديو، معناتها نهار ما درتش فيديو معناتها راني مشغول. يعطيك خير خويا احمد، بارك الله فيك. قلنا راح نحكو بانيك على المشكل نتاع تاع المقنين، وراه مخبي المقنين، المقنين وراه مخبي، ما عرفناش حنايا. الله يعطيك الخير خويا زكي. لي مال تاع المقنين خاوتي حرزوا رواحكم، سيرتو المومو هذا تاع لاكواب، هذه اللي السلعه اللي يدخل درك راه بدا فيها اللعب. اها ماشي براقة، هذيك هذيك ماشي براقة، لي جرانوار هذيك هي تمرض المقنين. ايه دير حسابك، شوف شوف اللي حاب يوكل الميلونج يروح يوكل السيبرام، السيبرام ما فيهش لي جرانوار. اللي حاب يوكل الميلونج المقنين، وانا واحد من الناس صدقوا لي الا راني نخمم وراني شاك راح نديرها، راني شاك راح نشري السيبرام ونخلطو مع البراقة ونمد المقانين تاعي باش ما نضلش بالكودي وديكون نكون مشغول برد الشتاء. راني خمم ثاني انا باش نولي نخدم بالسيبرام ديريكت، نخلط رطل سيبرام مع كيلو براقه ونمد الصواوش تاعي صاي، علاه نضل بالكودي بالكودي بالكودي. مام السيبرام ما تخوفش ما فيهاش الميكرافوار بزاف، عندي
حياتها ما فيهاش الريسك، ما فيهاش الريسك. راني نشوف فيها، راني نخمم فيها، دوك نجربها مع واحد الله في المال. وبالعكس هي مليحه باش واحد وقت الانتاج ما يبقاش يخمم، ما يبقاش يخمم في البروخه، يجوا بعاب ولا يجوا منا، على الاقل يكون شويه مريح. قلنا حكاية المقال اللي راه ندرك لابمال ب 650 والمال ب 950، ديجا لي مال ماهمش كاينين بزاف، راهم داخلين هنا غير لي بمال سي برام زايد كاين العجلة. الكيندو فيها لي جرانوار خويا، الكيندو فيها لي جرانوار، سي برام مليحة معمرة، سي برام فيها حبوب مليحة بزاف يفيدو القنين، ما فيهاش لي جرانوار بزاف. خلطها مع الكيدو، الكيدو معمره لي جرانوار خويا. ودبر راسك شوف انت زوا واش لي عندك، راه مرضى ما مش مرضى كيف حكايتهم برك، دير حسابك. المشكل ان مع المقنع نعطيه الدواء قصير بارية حبس على الدواء يمرض الدواء. علاه واش راك توكلو خويا مقني الغرب؟ واش راك تبدل المقني تاعك خويا؟ واش راك تبدلو خويا؟ واش راك تمدلو ماكله خويا؟ واش راك تمدلو؟ قولها مقني الغرب. هاو داك راك تمدلو في ماكله ضاراتو وتعاود ديرلو الدواء غير تعيب في راسك. تبدل مليحة تعشتها ومن بعد تبدل الدوزاج. شوف لهم ياكلولك البراقة زاكي، شوف مقاينك لا راهم ياكلو البراقة ولا لا؟ لا راهم ياكلو البراقة ماشي مشكل، معليش نورمال. لما ياكلوا لك مقاين تاعك معناتها ياكلوا البراقه ويقد تقدر تخلطها لهم نورمال ماهوش مشكل. من الاحسن ما يتبدلش الدوزاج خويا، دير له ماكله ديريكت من درك خليهم ياكلوها بلا ما تبدل الدوزاج، بلا ما تغبر روحك تغبر زواجك معاك. يعني قلت لكم اللي عنده بروغرام حاب يبدا به من درك، بعد ما يبقاش محمد مشى ليه انا مدلم غير البراقه ساك. وانت اش تبيهم خويا؟ شوف محمد باش نكونوا صريحين خويا، انا نخدم بالبراقه ساك وانت اش تبي بالبراقه ساك ماهوش مشكل. انت اش تبيها؟ نخدم بليز جوديه ماشي براقه وحدها، بليز نمدلهم في الجودي. المشكل وين راه؟ المشكل اللي شفته انا مثلا عندي انا في هذا العوام توالا، ملي وليت نخدم بالمال هذا ولي في مالي راه عندي كامل ياكلوا براقه ساك. من قبل كنت نخدم لهم ميلونج انا بالزواوش اللي كانوا عندي، دي كوبل كانوا عندي، كانوا ما شاء الله في لاكوبلوم وقوه في الكوبيات، ولادهم يخرجوا ما شاء الله ما يغبنونيش. بصح هذو هذا المال في مالات هذو في 3 سنين نخدم بهم يغبنوني وقت الانتاج، نص البروخه كاع يموتوا، تجي قمله واحده تقتلهم. شوف عارف، وما انا غبت، ما انا غبت كي وليت نمد بالكودي وكاع. هذا العام ان شاء الله باذن الله راني نخمم، ماشي راني خمم، راني صاير راني اوكي كملت مع الحكايه هذه، راح ندير لهم سيبر سيبر سيب. هالمرحله الجهوزيه تبدا الان، رانا في مرحله راحه خويا، دوك نخدموا مع المقنين باش الجهوزيه حكايه واحده اخرى. درك مرحله الراحه هذه المقنين يبدا يبان فيها، الا كان بون سونتي الا كان خدمت مع خدمه زينه من درك يبدا المقنين يبان. فوالا زاكي مليحة كي يكون ياكلوك البراقة ماشي مشكل. قوديات زرارة، هاي محمد مشى هاي ولازم زرارة خويا. الله يبارك، عندي صغار في عمرهم 14 ما شاء الله. ايه لازم المقانن لازم لهم الميلونج، ما نكذبوش على رواحنا، انا اللي نوكل البراقة زاك ونمد بالقودي. ايه تنقص نقص بزاف، وقت لاكوبلومو انت مشغول تبقى تخمم في القوديات وتخمم. ديجا اصلا كي دير لهم قودي درك انت في المال توكل في ولادها، راه هي والمال توكلوا في ولادها، كي دير لهم قودي كيما القودي واش راح يدير لهم اصلا؟ راه يطيعيها المال والفمال يدابزوا عليها ياكلوها. والسلام عليكم. كوكل لازم هو حتى البراقه وتشحم خويا عبد العالي. بزاف الناس اللي تحسب بلي البراقه ما يشحمش منها المقني،
ولا كناري يشحم عادي، إلا كان ياكل بزاف يشحم نورمال، راه يعجينا نورمال. راه كاين واحد الدواء سبيسيال للشحمة هذه، مانيش عارف اسمها اكزاكت سبيسيال. روح شوفها عند المحلات اللي يبيعوا لوازم الطيور، تلقى عندهم واحد الدواء، دير لها تراتم وان شاء الله باذن الله ترجع. سيبرام تربي الكوز والفرطاطو، احسب لاميديتي، اذا كان عندك لاميديتي البراق او ديلك الفرطاطو خويا. صغار مشيه وشوك شكور، يا ما شاء الله خويا زكي، مليحه حاجه مليحه. لابيكول خويا تاع الكبده، تضخم الكبد. سرقه ينتج ما شاء الله مقنين. يوسف بوكس، هي قلت لك شوف الكيندو ولا اي خليط بذور واحد اخر، الكامي الكيكي الكيندو، درك كاين زاوش كاين مقنين مثلا ما يضروش. انا كون نمد الكيندو المقنيني هذا يمرض، صاي يمرض، وكان نمدو اللي في المال اللي عندي في زوج ياكلوه نورمال وما يصرى لهم حتى حاجه ما شاء الله، بصح المقنين هذا يمرض. على هذيك نخاف، دوك انا المقنين هذا ننتج به مع دو في المال ياكلوا اي حاجه اللي جات يرحوها، سمعت اللي جات يرحوها، بصح على مال هذا نخاف عليه انا، ياكل لي جرانوار حبه يصبح دوك انا خممت باش ندير السيبرام خير ماشي الكيلو صغير. زاكي معليش خويا برك هذيك قولي ميرو البراقة ساك خطرة في السيمانة، انا اللي نقول لهم برك البراقة ساك وزوج خطرات في السيمانة، وزوج خطرات في السيمانة ها تقدر ديرلو خطرة، بصح راه بدا البرد بروبيوتيك تاع روبك تخلط في الماء. بروبيوتيك خويا بروبيوتيك زاكي بروبيوتيك يتخلط في الماء هاي فوالا، بصح دير حسابك خويا علاك تمد في البروبيوتيك انت، اذا كان راك تداوي في طائر ولا ماكش تداوي راك تمد له في الدواء اللي يقضي له على البكتيريا النافعه، ولا راك غير تمد في البروبيوتيك برك. رشيد مرحبا بك خويا، سيرتو بروبيوتيك خاوتي، بروبيوتيك هو ماشي غير تقعد قاعد تروح تمد المقانين بروبيوتيك. رشيد هو سيبرام نوعية بذور عادي كيندو سيبرام، ياك تمت في انجيزون فوالا ها معليش، كي تمت في انجيزون تشوف المقلي تاعك رياح ديرلو البروبيوتيك ماهوش مشكل. يعني مدلهم يدوشو في البرد نورمال. محمد دوك الا ما كانش الهواء، انا هذا ضرب الدوش اليوم به بلي في ماء على 7 تاع الصباح، جا الماء على 7 تاع الصباح خرجتهم للحوش ما كانش كاين الهواء بزاف، مديتهم يدوشوا هبطوا يجروا تقريبا عندهم سمانه ما دوشوش، راني نقول لك شافوا الماء هبطوا يجروا، تجي راك تشوف بيه راهو متكمش هاوي. اخي سيب عندي طفره مال بابات ياكل ميلونج كيبهم، علاه واش راه ياكل هو؟ واش راه ياكل؟ قول خويا عثمان واش راه ياكل؟ عادي لا راه ياكل في البراق نورمال، ياكل لك ميلونج جربو قبل في لاكاج قبل ما تلقو في السجنة، جربو مدلو الميلونج وشوفو إذا كان ما صرالو والو هي نورمال عادي. ها صاي نورمال، تقدر تطلقو نورمال خويا عثمان، اطلق خليه يعيش، اطلق خلي الزوال يعيش معاهم. زي شكون اللي عنده سؤال؟ سيد حاب سقسيك مرحلة الإنتاج ما تدوش؟ تيت كوبلو؟ لا يدوشوا عادي، علاه ما يدوشوش؟
دوشو عادي نورمال عادي. الله يبارك خويا الزاوية ثمان، ان شاء الله خويا ربي يوفقك ان شاء الله بلي هذا العام تخدم ونفرحوا بك كما فرحنا بجماعة العام اللي فات ما شاء الله. ان شاء الله نفرحوا بك خويا. شائعة ولا شائعة ما شاء الله. انا على بالي بزاف راهم ديزيميغري سمعني يعني كونتاكت معاهم ما شاء الله خويا، الناس يخدموا المقنين صح ما شاء الله. ما شاء الله هذاك خير خويا. ما يخليش يغني بيان سير، ما يخليش يغني هذه تصرى بزاف بالسجنة. دوك يولي القوي ياكل الضعيف، المال القوي هو دوك اللي يولي يكوبلي لي في المال كامل ولا ما قدرش يكوبليهم كامل يحرم على الاخر. ماجوار ميلونج ما تقدرش دير ماجوار ساك وماجوار ميلونج، لانه المقلي الا شاف الميلونج ينسى الساك خلاص. شو ما فهمتكش غزالي صاد تاع الحاج ما فهمتكش، تهدر على الطفرة ولا واش تهدر؟ البابات، البابات يخدم يخدم على كلاسيك عام، ما تعرف واش يمدلك. شوفوا هو منين جاي خويا، شوف الدم اللي عنده. وكيلا كان بابات خارج من الكورجة ولا خارج من الباسياط ولا خارج صاديبو، شوف الدم هو اللي راه هز واش عنده، هو الجينات اللي عنده صاديبو. تنجمش تعرف قادر يمدلك لي بابات، قادر يمدلك الكورجا، قادر يمدلك حتى الفاسيادو ولا تاع اكل ولا يمدلك باناشي، قادر ما يمدلكش. خليه صدام خويا خليه. سمعت خويا الزاوي، ما تنجمش تعرف خويا، لازمك تجرب، تكل على الله وتجرب وخلاص. هذا ما كان زيد. شكون اللي عنده سؤال باش نكبو خاوتي؟ راه شويه البرد عليا وراني مشغول، اصلاني مشغول. المهم ربي ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. تكل على الله خويا غزاوي، تكل على الله ربي يوفقك خويا. المهم خاوتي نتلاقاو ان شاء الله باذن الله في لايف واحد اخر. عندك خير خويا، بارك الله فيكم. مراد وعليكم السلام خويا، سمعتوا خاوتي نتلاقاو ان شاء الله. روح دوش لهم عبد العالي، عندي سلاكه فيها 3 على 4 متر، حطيت فيها 2 ذكور 3 فماله، زيد فماله زيد فماله. علي المغرب مرحبا بك خويا، راهي على مطور. وعليكم السلام زيد صدام، زيد في مال اخويا، زيد في مال ولا زوج، 3 مترات على 4 دير فيهم زوج ذكور و 3 اناث، زيد في مال ولا زوج، تقدر قاعد تزيد زوج في عامه. مراد صفيش في عامه، هي كاين مقانن ما يصفيش في عامه الاول حتى يدخل في سقاط الزواج باش يصفي عادي. كاين حتى لو كان كاع اللي غناه كاع اوردينار وما يصفيش في عامه الاول، اما تقولش زعما ثبت الغناء مثلا غنى صعيب وغنى، لا 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 لا، هو دير كيما الكاركتر تاعو دير كيما، ما يصفيش في عامه ما يجيش في عامه دير كيما، حبه قلال تلقاهم. هاد زوج ذكور 3 فمالات، زيد خويا قلت لك زيد فماله ولا زيد زوج خلاص. يعطيك خير خويا مراد، بارك الله فيكم. المهم خاوتي اللي عنده كسؤال ولا درنا فيديو ان شاء الله اكتب لي في التعليقات كيف دير مع البرد في الشتاء. نورمال مع البرد في الشتاء ما عايش في نورمال، هاو دروك راه في البرد، دروك راني جامد انا، راني واحد من الناس راني جامد وها المقنين معايا، راه البرد يقطع نورمال. يطيح في ريش الجناح، راهي على منطور عندك حسون مازال يطيح في ريش الجناح، معناتها راه مازال في السقاط. نورمال عادي.
مراد الله يعطيك الخير خويا، هاك روطار. اصلا ما كنتش معاون نطول في اللايف خويا، اصلا حكايه تاع 20 دقيقه ولا راني زدت فوقها. معليش خاوتي اللي عنده سؤال ماشي مشكل خويا، اكتب لي في التعليقات، ولا كان عندنا وقت واحد اخر ان شاء الله كذلك راح نولي ندير لي لايف. الا كتب ربي وعدي يولي ندير لي لايف بالليل، معناتها الوقت اللي الناس تصلي العشاء ومن بعد كي تكون الناس قاعده نديروا لي لايف باش نكونوا كامل مع بعضنا. واش من الوقت تنصحني انت شويه من الفيبري خويا؟ نصحك من الفيبري وروح، ما تقلقش على المقال نتاعك. نصحك من الفيبري خويا وروح. سمعت اللي حاب ينتج ينتج من الفيبري خوتي، مازال الوقت ما تقلقوش. سمعتوا خاوتي، هذه هي، نتلاقاو ان شاء الله باذن الله في فيديوهات ولا لي لايف الى كتب ربي. دائما كسؤال ولا كيما قلت لكم اكتب التعليقات ونجاوبك خويا، وشكرا.